السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي أداة اسمها MLAC، دي أدنسة تضاف لي الريفت. فيها خاصية حلوة قوي ألا وهي كرييت شيت. بيعمل إيه؟ ممكن تجيب من الفيوز أو من الإكسل أو بيوت فيو إن شيت. طيب خلينا نشوف فروم فيو هيعمل إيه. كل الفيوهات هيبدأ يحطها في شيت، كل الفيوهات اللي مش موجودة في شيت. تمام، وأقول له أوكي. لاحظ هنا كان في عدد معين من الشتات، تقريبا 6. كريت 7 شيت، عمل لي 7 شتات جداد اهوت، وكل واحدة فيهم حط فيو معين. طيب في خاصية تانية، كريت شيت ممكن من اكسل لو عندك ملف اكسل يقدر ياخد البيانات. بوت فيو ان شيت، لو انت عندك اي فيو مش موجود في شيت فتقدر تقول له ان الفيو ده يتحط في الشيت الفلاني. خلينا نعمل تراجع بالشكل دوت واقول له كرييت شيت واقول له بوت فانت تحدد الفيو اللي انت عايزه وتحدد عايزه يتحط في اي شيت وتقول له اوكي، فهو يبدا يحط الفيو دوت في الشيت اللي انت اخترته. ممكن انت تعمل باي اسلوب من الاساليب شيتات كتيره فاضيه وتبدا تسكنها بالفيوهات ديت. خلينا نفتح 104. هنلاقي ان في فيو اضاف بشكل مش منظم على الفيوهات، فتقدر ان انت تتحركه لو انت حابب، اللي هو دوت. تلاقي النورث والبلدنج سيكشن موجودين فوق بعض، فانت المفروض بيبقى عندك كذا شيت جاهز فاضيين. تمام، ممكن حتى تعملهم من السكادول، تقول له اعمل لي كذا شيت وتبدأ تسكن الفيو في الشيت بتاعه. طيب في خاصية برضو جميلة في الأداة اللي هي شيت أسيتس، بقول له أوتو رينمبر أند رينيم شيت أند سيكشن، فهو يبدأ الحاجات اللي هي unnamed والحاجات اللي هي فيها مشكلة يبدأ يشوف اسم الفيو ويبدأ إن هو يصلح اسم الشيتات. فجاب لي الشاشة ديت، ممكن اقول له select all، انا عايز اصلح كله او عايز اصلح حبة معينين. يعني ممكن اروح اقول له انا عايز اصلح دول. طب auto renumber، هقول له مثلا انت عايزك تبدأ للتركيب مثلا من A01، auto section، auto rename. تمام، تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز ان انت تعدلها واقول له apply، فنلاقي الاسامي اتغيرت بالشكل دوت. خد اسم الفيو وراح مظبطه مع ال الشتات.